نحن في المعرض الدولي للكتاب بالرباط من أجل توقيع كتاب الثالث لنا تحت عنوان أصول إخفاق التحديث الحضري بالمغرب قبل الحماية. وهذا الكتاب يدخل ضمن مشروع كتابة حول تاريخ المدينة المغربية منذ القرون السابقة إلى اليوم، فقد سبق وأن صدر الكتاب الأول الذي يتحدث عن البداية الأولى للتمدين بالمغرب إلى حدود القرن الثالث عشر، حيث عرفت المدينة المغربية تعثرا. ثم هناك الكتاب الثاني الذي يتحدث عن بعض المحاولات غير الرسمية لتجاوز التعثر الحضاري، بعض المحاولات التي قام بها الصوفية وقام بها الاستعمار البرتغالي والإسباني، وكذلك بعض المحاولات الأخرى غير الرسمية. والكتاب الثالث هو استمرار لهذين الكتابين، ويتطرق إلى التمدين المغربي ما بين القرن الرابع عشر والقرن التاسع عشر، ويدخل في إطار سؤال النهضة والانحطاط، حيث نبين بأنه رغم ما قيل حول هذا الموضوع، واعتبر العالم العربي أنه مر من عدة مراحل للانحطاط، إلا أن المغرب قد شكل استثناء ولم يشهد انحطاطا طيل هذه المدة، بل إن هناك محاولات تمدين تمت على يد بعض الملوك كالمولى إسماعيل أو منصور الذهبي أو المولى سيدي محمد بن عبد الله أو المولى الحسن الأول. هذه المحاولات التي بيّنت بأن المغرب شهد محاولات إصلاح لإنقاذ المغرب، وقد استمرت هذه المحاولات إلى نهاية القرن التاسع عشر، وتم إفشالها من طرف المستعمر الأوروبي، لأن الاستعمار لم يكن يريد الحكام المغاربة، لم يكن يسمح لهم بالقيام بالإصلاحات بأنفسهم، فقام بعرقلة جميع المحاولات الإصلاحية وقام بإفشالها لكي يقوم هو بنفسه بهذه الإصلاحات. وهذا الكتاب يبين العديد من الأطروحات المغلوطة والمزيفة التي حاول المستعمر الغربي ترسيخها وجعلها من ثوابت، واعتبار المغاربة كمجتمع مستقبل ولا يمكنه القيام بأي إصلاح. وقد حاولنا دحض هذه الأطروحات، وسنحاول إن شاء الله في الجزء الرابع تأكيد المحاولات الاستعمارية التي حاولت ولا زالت تحاول أن تجعل من العنصر العربي عنصرا تابعا ولا يستطيع القيام بأي محاولات إصلاحية. وإن شاء الله في الجزء الرابع سنحاول دحض هذه الأطروحات.